السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خوتي اخواتي مرحبا بكم. فإذا كنتم مهتمين بالصحة ديالكم وكتهلاو فيها وباغيين تحافظوا عليها، أو كتعانيوا من بعض الأمراض وباغيين تتعالجوا بإذن الله تعالى، فراكم في المكان المناسب. خليكم معايا وكنوعدكم دائما إن شاء الله بتقديم الجديد، خصوصا في مجال الصحة. وإذا كنتي أول مرة كتشاهد هذه القناة وكتهتم بالصحة ديالك وكتعنى بها، أنصحك أخي أختي بمشاهدة الفيديوهات السابقة حيث تطرقت فيها لكل مشاكل الجهاز الهضمي والمعدة والقولون وكذلك أمراض الكلى. وفي هذا الفيديو إن شاء الله سأتطرق لعضو الكبد، الكبد الذي هو مهم في جسم الإنسان، عضو الكبد والأمراض التي قد تصيبه، وكذلك بعض العادات السيئة التي تدمره ويجب علينا اجتنابها. فالكبد الذي يعد أكبر عضو داخلي وأكبر غدة في الجسم، حيث يزن تقريبا ما بين 1.2 حتى 1.8 كيلوغرام، وتعزى تسميته بالغدة لامتلاكه القدرة على إفراز بعض المواد كالعصارة الصفراء التي تنتقل إلى الأمعاء الدقيقة لتحطم الدهون إلى أجزاء أصغر مما كانت عليه، مما يسهل على الأمعاء الدقيقة امتصاصها، بالإضافة إلى دوره المهم في تنقية الجسم والدم من السموم الضارة، حيث تتدفق في غضون دقيقة واحدة تتدفق ما يناهز 1500 ملم من الدم، مما يؤدي إلى تجديد الكريات الحمراء وتدمير الكريات الحمراء القديمة، كما يعمل على تخثر الدم ومقاومة العدوى التي تواجه الجسم وخاصة الجهاز الهضمي عن طريق تصنيع عوامل مناعية وطرد البكتيريا من الدم. ومن بين الأمراض التي قد تصيب الكبد نجد على رأسها 4 أمراض. المرض الأول هو التهاب الكبد الفيروسي المعروف، التهاب الكبد الفيروسي أو بيوسي، وكذلك حتى ضيو أو. ويؤدي هذا الالتهاب في حالة عدم الكشف مبكر إلى مضاعفة خطيرة. المرض الثاني وهو تضخم الكبد، حيث يعد من الأمراض الشائعة التي تصيب الكبد، وهو نتيجة إصابة الكبد بأمراض أخرى كالفيروسات والتلف والأورام، بالإضافة إلى عدة أمراض أخرى كأمراض القلب والأوعية الدموية. كذلك المرض الثالث الذي هو تلف الكبد أو تشمع الكبد، وهو من الأمراض الشائعة التي تصيب الكبد، وهو حالة متأخرة ومتقدمة من أمراض الكبد، حيث يحدث نتيجة الضغط المرضي على الكبد بالإضافة إلى تراكم الدهون فيه. الحالة الرابعة، المرض الرابع، وهو السرطان، حيث تؤدي الإصابة المزمنة بفيروسات الالتهاب، فيروسات التهاب الكبد، إلى الإصابة بسرطان الكبد. وإذا ما أصيب الكبد بخلل ما أو نوع من الأنواع السالفة الذكر، فإنه يعطي للجسم بعض الإشارات والعلامات التي يجب عدم الاستهانة بها. الكبد، هنا الدور ديال الكبد، الدور المهم ديال الكبد، حيث الكبد كيتعتبر هو البلي فيدال في الجسم، لي زورغان اللي عندنا في الجسم ديالنا هو البلي فيدال فيهم. أي حاجة وقعت كيخبر الشخص، كيخبر الجسم بأن راه كاين هناك خلل ما يجب الكشف مبكر. الإنسان خصو يمشي إلى بنت عليه بعض العلامات والإشارات، كيف قلت يجب الذهاب لأعمال فحص طبي للكشف المبكر قبل تفاقم الحالة الصحية. ومن بين الأعراض نجد أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا كالحمى والشعور بالضعف وآلام العظام في الجسم، كذلك نجد تغير لون البراز حيث يصبح شاحبا ومايل بحال أصفر، وكذلك تغير في لون البول يصبح داكن بصورة ملحوظة، كذلك فقدان الشهية، الإنسان ما كتبقاش عنده الشهية، الشعور بألم في البطن وفقدان الوزن بدون سبب، اصفرار الجلد والعينين، وكذلك ظهور علامات التعب والإرهاق على المصاب، وهو ما يسمى باليرقان أو بوصفير بالدارجة، كذلك سهولة حدوث النزيف والكدمات، ويمكن ملاحظة هذا بسهولة في حالة الاصطدام أو الجروح التي تصيب مناطق مختلفة في الجسم. الإنسان هيك يقيس بحال بيدو مع شي بلاصة، ولا في البلاصة كتحمر كيتجمع الدم فيها. كذلك نجد تورم في الجسم وخاصة في الساقين، كذلك آلام شديدة في مختلف الجسم وخاصة الجزء العلوي من البطن، فيشعر المصاب بامتلاء في البطن وتمدده، بالإضافة إلى ضيق في التنفس وعدم الارتياح. كذلك نجد الاعتلال الدماغي الذي ينتج عن تراكم المواد السامة في الدم، مسببا بذلك تلف في الدماغ والجهاز العصبي بصفة عامة، وتظهر على المصابين بهذا العرض
مشاكل في الحركة وتصلب العضلات ونوبات من الصرع. الإنسان مرة كيبقى يجيه الصرع وفقدان الوعي، كيبقى يفقد الوعي والقدرة على التركيز، مكيبقاش يركز، ارتباك، صعوبة في النطق. الإنسان مكيبقاش كذلك يتحكم في الحركة ديالو، كيبقى يديه كيبقى يترعدو. كل هاد الأمراض التي ذكرت ما كتجيش غير هكاك، كاين عدة عوامل وعادات الإنسان كيبقى يديرها بلا ما كيشعر، ولهذا يجب اجتناب هذه العادات السيئة. ومن بين العادات السيئة نجد تناول الأدوية دون وصفة الطبيب والإكثار منها. الإنسان هيك يبقى يشرب الدواء، ضرات يده يشري الدواء، ضر راسه يشرب الدواء، ضرات رجله يشرب الدواء، ديما أي حاجة بسيطة كيشري عليها الدواء. كذلك نجد ملامسة دم الآخرين وسوائل أجسامهم، حيث يكون محتمل انتقال الفيروسات المسببة لالتهاب الكبد الفيروسي بهذه الطرق. الإنسان كيكون مريض وكيبقى يعدي واحد آخر مريض بهذا المرض التهاب الكبد الفيروسي، وكيبقى يعدي واحد آخر عن طريق الدم أو سوائل الجسم. كذلك عدم الوقاية عند استخدام المبيدات الحشرية والمواد السامة، يعني الإنسان ما كيديرش القفازات الليغات والنضاضر، ما كيغطيش، خصو الإنسان خصو يغطي الجسم ديالو كامل. كذلك تناول الكحول والمخدرات، حيث تعد من الأمور التي تؤثر على الكبد بصفة مباشرة. كذلك تناول اللحوم الحمراء بكثرة لاحتوائها على نسبة عالية من الكوليسترول، حيث أثبتت الدراسة أن لا يجب عدم تجاوز 800 غرام من اللحم في الأسبوع للفرد الواحد. الإنسان ما خصوش يتعدى 800 غرام ديال اللحم في الأسبوع. كذلك بعض المواد، السكريات وصفار البيض والأطعمة المالحة التي تسبب زيادة الكوليسترول، خصوصا بالنسبة لصفار البيض، حذار الناس اللي عندهم الكبد مريض ما يقربوش لصفار البيض كيأثر عليه. كذلك النوم والاستيقاظ في وقت متأخر، حيث أن الكثير يتجاهل النوم المبكر ولا يعلم ما له من فوائد، حيث من خلاله يعمل الكبد على طرد السموم. ولهذا كنلقاو بعض الأخوات كيستعملوا مساحيق التجميل والبرودويات باش يصفيو الوجه ديالهم وما كيتصفاش. علاش؟ كيفاش بغيتي يا اختي كتنعسي حتى لجوج الليل او ثلاثة الليل، وكيفاش بغيتي وجهك يصفى؟ واخا ديري جميع البرودويات راه وجهك ما غاديش يصفى، راه ما حدك كتنعسي حتى لجوج الليل راه ما عمر وجهك يصفى. ولهذا خاص النعاس بكري، الا بغيتي وجهك يصفى خاصك تنعسي قبل 11 الليل على الاقل، قبل 11 الليل. كذلك من بعد العادات السيئة هي عدم التبول عند الاستيقاظ، حيث يتجاهل البعض التبول عند الاستيقاظ ويذهبون الى العمل حتى تصل مرحلة الحاجة إلى التبول إلى أقصاها، ولكنهم لا يعلمون أنهم يدمرون بهذه الطريقة، يدمرون الكبد وحتى الكليتين. إنسان خاصو غير يفيق، خاصو يدخل المرحلة لقضاء حاجته. كذلك تجاهل وجبة الإفطار، فعند الاستيقاظ احتياط الطاقة الخاصة يا أخي بك من الجليكوز تكون منخفضة، وبالطبع عند الذهاب إلى العمل دون تناول الإفطار يؤثر على الكبد بشكل مباشر ويمنعه من الحصول على الطاقة اللازمة لأداء وظائفه الأساسية. كذلك التدخين، هو واحد من العادات السيئة التي يجب أن تتوقف عنها أخي إذا أردت أن تكون بصحة جيدة، حيث أن دخان السجائر يؤثر على الكبد بشكل غير مباشر في الأول، لكن المواد الكيميائية الموجودة به تذهب في نهاية المطاف إلى الكبد المسؤول بالدرجة الأولى عن التصفية. لهذا إخواني أخواتي المرجو الحذر ثم الحذر، وذلك لنحافظ على صحة كبدنا وكذلك نحافظ على صحتنا بصفة عامة. وقبل الختام أدعوكم لمتابعتي في الفيديو القادم إن شاء الله، سأتكلم عن سبل الوقاية والعلاج وطرق الحفاظ على الكبد وجعله في صحة جيدة. وفي النهاية إن أعجبكم الفيديو، إن أعجبكم الفيديو لا تنسونا بالدعم للتشجيع. جزاكم الله خيرا ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.